السلام عليكم. السلوك البشري لغز حير العلماء لفترة طويلة قوي، وكان في نقاشات كتير قوي حوالين دور الاحتمال في شرح كيفية عمل عقولنا. طيب ايه هو الاحتمال؟ الاحتمال هو اطار رياضي اتصمم علشان يقول لنا مدى احتمالية وقوع حدث معين. لو فكرتوا شوية هتلاقوا ان هو شغال معاكم كويس جدا في اكتر من موقف كل يوم. وعشان تستوعبوا الموضوع هاتوا جنيه او نص جنيه ولعبوا ملك وكتابة. مع ذلك اظهرت الابحاث ان السلوك البشري مش ممكن السيطرة عليه بالكامل من خلال قوانين الاحتمال التقليدية او الكلاسيكية، وعشان كده الخبراء راحوا للطريقة اللي بتعمل بيها الاحتمال في عالم ميكانيكا الكم. لازم تعرفوا ان الاحتمالية الرياضية تعتبر عنصر حيوي في ميكانيكا الكم. الكوانتم هو فرع من فروع الفيزياء بيوصف تصرفات الطبيعة على مستوى الذرات او الجسيمات دون الذرية، بس في الكوانتم الاحتمالات بتتبع قواعد مختلفة تماما. العالم الكبير دانيال كانيمان الحائز على جائزة نوبل حاول يوصف اللاعقلانية في السلوك البشري. لما الانماط السلوكية ما بتتبعش قواعد نظرية الاحتمال الكلاسيكية من منظور رياضي فبتبقى لاعقلانية. هديلكم مثال صغير. كلنا بعد ما بنخلص امتحانات بتلاقي الطلبة الناجحين عاوزين يطلعوا اجازة، وفي نفس الوقت اللي فشلوا عاوزين برضه يطلعوا اجازة. في الاحتمال الكلاسيكي قبل ما نعرف النتيجة كلنا هنبقى عاوزين نروح مصيف، فهنلاقي ان هو ما بيصورش السلوك البشري بدقة، وده اللي خلاه غير عقلاني بالنسبة للخبراء. لكن الكوانتم بتعتمد القرارات فيها على سلسلة من الأسئلة بتعتمد بشكل حاسم على الترتيب قبل ما يتم طرحها. هناخد مثال صغير، قياس دوران الإلكترون في اتجاهين مختلفين. لو قست الدوران أفقيا بعد كده رأسيا هتحصل على نتيجة واحدة، لأن النتائج بتختلف لما تعكس الترتيب، وده معروف في الكوانتم إن بمجرد قياس إحدى خصائص النظام الكمي هيأثر على الحاجة اللي تم قياسها اللي هي دوران الإلكترون، وبالتالي هيأثر على كل نتائج التجارب اللي بعد كده. نرجع لموضوعنا مرة تانية، السلوك البشري مش متسق لأنه غالبًا بينتهك قواعد نظرية الاحتمالات الكلاسيكية، لكن من جهة أخرى هتلاقوه متناسب جدًا مع الاحتمالات في الكوانتم، وده اللي دفع عالم الإدراك جيروم باسمير محاولة تفسير السلوك البشري بطريقة أكثر اتساقًا مع الكوانتم. ومن هنا ظهر مجال جديد اسمه الإدراك الكمي ضمن مجال العلوم المعرفية. والحمد لله مؤخرا ظهرت اولى البيانات التجريبيه اللي بتقول ان افكارنا بتتبع القواعد الكموميه، وهننتقل لديناميكا السلوك المعرفي اللي بنستوعب بيها المعلومات الصاخبه من بره. لقى العلماء ان التقنيات الرياضيه اللي طوروها لنمذجه العالم الكمي ممكن تتطبق على نمذجه كيفيه معالجه دماغنا للبيانات المزعجه. هنتكلم المره دي خارج نطاق الدماغ البشري. النباتات الخضراء بتتمتع بقدره ملحوظه على استخلاص وتحليل المعلومات الكيميائيه والمعلومات اللي بتجمعها من البيئة بتاعتها للتكيف مع التغيرات. في تجربة اتعملت قريب على الفاصوليا لقوا ان هي تقدر تعالج المعلومات الخارجية بكفاءة اكبر من افضل جهاز كمبيوتر موجود حاليا، وعشان كده المزارعين ما عندهمش قلق بشأن البيئة اللي هيزرعوا فيها الفاصوليا. فهل القواعد دي ممكن تنطبق على الدماغ البشرية، خصوصا كيفية تغير الحالة الذهنية بتاعتنا لما نكتشف اي اشارات خارجية؟ لازم تعرفوا ان الموضوع ده مهم جدا لانه هيترتب عليه الدقة في الآلات. يعني هل الذكاء الاصطناعي لازم يتبع قواعد الكوانتم مش الكلاسيك؟ لكن مع الأسف بعض العلماء شاكين في العمليات الكمومية وخصوصا التشابك بأنه ممكن يساعدنا في تفسير القوة الهائلة للدماغ البشرية، لأن لو العمليات الكمومية بتعمل في دماغنا فصعب جدا نعرف كيفية عملها. يعني لو الدماغ بتستخدم الحساب الكمي فالمشغلين الكميين هيختلفوا تماما عن المشغلين المعروفين في الأنظمة الذرية. هديلكم مثال صغير، لو ربطنا نشاط الدماغ مع نبضات القلب انهم على اتصال دائم هنلاقي ان نبضات القلب بتتوافق مع ارتفاع اشارة الرنين المغناطيسي. فهل ممكن الاشارة دي تكون نتيجة للتشابك؟ وبناء عليه فالاشارة اللي بتشير للتشابك كانت موجودة اثناء الوعي الواعي. طبعا كلنا صعب جدا نفهم الوعي بتاعنا. ايه ده؟ هل ده ليه علاقة بالموضوع؟ خلينا افكركم ان الضوء اللي بيخضع للكوانتم هو جسيم وموج في نفس الوقت، وصعب نصوره لكن سهل نثبته. يعني الضوء بيستجيب للسؤال بتاعنا بطرق مختلفة. عشان نفهم الموضوع كويس لازم نرجع لفرضية فرانسيس كريك اللي بتقول انت وافراحك واحزانك وذكرياتك وطموحاتك واحساسك بالهوية والارادة الحرة. هي في الواقع مش اكتر من سلوك شخص معين، لانك عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية. وركز هنا على منطقة في الدماغ اسمها العائق بترتبط
ارتباط وثيق بالوعي. الخبراء بيعتبروا المنطقة دي مقر الوعي، وبيقولوا ان الوعي لازم يكون ليه مكان محدد بصرف النظر عن الالتزام العاطفي بالمادية. وعشان كده طوروا نظرية جديدة مبنية على البيانات بتقول ان منطقة العائق بتتصرف زي جهاز توجيه انترنت عالي السرعة، بياخد الاوامر التنفيذية من المناطق الرئيسية في قشرة الدماغ اللي بتشكل افكار معقدة وتولد شبكات في القشرة، فالعائق بينظم الشبكات دي علشان تشتغل مع بعض. البحث ده مهم جدا لانه بيظهر ان العالم كريك كان مخطئ، لان الشبكات غير المنظمة بتظهر في العديد من الامراض زي الزهايمر والشيزوفرينيا، لان لو العائق بيعمل مشاكل من خلال عمله كجهاز توجيه فالنتائج ممكن تقول لنا على علاج امراض زي الزهايمر مثلا والشيزوفرينيا. طبعا كتير قوي من اللي بيتفرجوا عليا جالهم مخالفات قبل كده، وده لان غضار مش عاتق حد. طب لو قلتلكوا ان في غضار للمذنبات والكويكبات حد هيصدقني؟ ايوه زي ما سمعتوا بالظبط، الغضار الفضائي. لازم تعرفوا ان انظمه الغضار ممكن تلعب دور فريد من نوعه في الدفاع عن كوكبنا من خلال اكتشاف الكويكبات والمذنبات في مسارات تصادميه مدمره مع كوكبنا. حاليا في نظام غضار واحد بس موجود لاكتشاف الصخور الفضائيه اللي بتهددنا، وهو غضار جولدستون التابع لوكاله ناسا. وغضار ده لعب دور مهم جدا في اكتشاف الاجسام الفضائيه اللي بتهددنا. الخطوه اللي بعد كده بتركز على نظام الجيل التالي من غضار NG التابع للمقصد الوطني لعلم الفلك الغدوي، وده اللي بيستخدم تلسكوب جرين بانك القابل لاعاده التوجيه بالكامل. العلماء بيقولوا ان في اكتر من 1.1 مليون كويكب في نظامنا الشمسي، 30,000 منهم قريبين مننا، ولحد النهارده اكتشفنا 90% بس منهم. وعلى فكره عرض الاجسام دي اكبر من كيلو، بس الحمد لله ما فيش ولا مضاق فيهم بيهدد كوكبنا في الوقت الحالي. بس ما تنسوش ان في 10% ما تمش الكشف عنهم. لازم تعرفوا ان الغضارات بتستخدم موجات الراديو علشان تحدد مسافة الاهداف وسرعتها. طب انظمة الغضار بتتكون من ايه؟ اولا هوائيات مرسلة بتبث موجات الراديو، اتنين هوائيات الاستقبال اللي بتلقطها لما تنعكس، فالموجات المرتدة دي هي اللي بتساعد في الكشف عن الكويكبات والمذنبات. وبيقول توني باسلي مدير المقصد الوطني لعلم الفلك الغدوي ان في تطبيقات كتير لمستقبل الغضار بتبدأ من تطوير معرفتنا بنظامنا الشمسي لحد توفير المعلومات لرحلات الفضاء الروبوتية ورحلات الفضاء المأهولة وتحديد خصائص الأجسام الخطيرة اللي بتبعد عننا، لحد مهمات إعادة توجيه الأجسام الخطيرة زي مهمة الضعف. وفي طرق تانية زي تفجير جهاز نووي على سطح الأجسام دي أو سحب الكويكبات باستخدام الشعاع الشمسي. بس الاختلاف في كل ده في الوقت اللازم لإتمام المهمة، عشان كده احنا محتاجين تحذير من قبلها بوقت كافي. وهنا بقى يجي دور الغضار الفضائي. بيقول باتريك تيلور مدير مشروع NG غضار ان الاختبارات الاوليه بتاعت الغضار اثبتت قدرته على الكشف عن سكان النظام الشمسي بتفاصيل مذهله. ميزه الغضار ده ان هو بيستخدم جهاز ارسال منخفض الطاقه، بس صور القمر باعلى دقه تم التقاطها من هنا على الاطلاق، فتخيلوا اللي هيحصل لو في جهاز ارسال اقوى. استنى رايكم تحت في التعليقات. لحد نخصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.